أصدر الفنان المغربي رضوان الأسمر مساء أمس الجمعة جديده الفني عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب. العمل الجديد لصاحبه رضوان الأسمر هي الأغنية الخاصة بفيلم شوك الورد الذي سيعرض خلال شهر رمضان على القناة الثانية، وهو من إنتاج شركة جولد آرت التي تعود للفنان حسن فلان. واشنود قلبي في هاد الدنيا ولا نسيت ماشي الخط. وكشف الفنان حسن فلان في وقت سابق تحضيره لفيلم شوك الورد، وهو فيلم تلفزيوني ينقل معاناة مرضى الزهايمر في قالب درامي، ويشارك في الفيلم كل من مهدي فلان ونادية ايت وطارق البخاري وحمد خوي وإلهام وعزيز وأيوب أبو النصر وآخرون.